بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات الكرام، قبل أن أبدأ في كلمتي أنقل لكم تحيات الأمين العام لجمعية وعد الأخ إبراهيم شريف الذي هتفني ظهر هذا اليوم، متمنيا لكم المزيد من التوفيق والنجاح، ومبارك لكم قدوم شهر رمضان المبارك، وتمنى المزيد من التقدم والازدهار وتحقيق مطالب شعبنا العادلة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية. الأخوات والأخوة، في هدأة ليل الوقت المنعطف نحو 10:15 تشظى بغتة جسد محمد بن أفور بغدر انفجار هائل هدم بيته الأخير، فحم جسده دوي هائل، تراكض نحوه أهل الحالة قبل أن تصل العربات السوداء المتكدسة بالمخبرين ليلموا ما تناثر من جسده وأوراقه وكتبه وسلاحه الوحيد، ويضع أشلاءه في عربة إسعاف لم تسعف روحه ليتم فحصها من قبل طبيب شرعي تهجاها طويلا ليكتب تقريره الجنائي المختصر جدا: مات محمد إثر انفجار غير معلوم المصدر عن عمر ناهز 40. بثقة بالغة دون الطبيب عمر جثته دون أن يدرك أن هذا المناضل الذي استوقد المصائر كلها وادلهم نحو العمل النقابي والسياسي والكفاحي والوطني والشعبي تشظى كله دون أن يبلغ 29 من العمر، ليختط بدمه الجريء سيرة الدم القتيل ذاكرة المخبأ الأخير. في رسالته قبل الأخيرة كتب الشهيد بن أفور لرفيق دربه: أيها الرفيق، بمزيد من الأسف أرى أن هذه الرسالة لتفي بالغرض المطلوب، لأنها كانت على عجل نظرا لضيق الوقت ولمشاغلنا الكثيرة. أرى نفسي متعبا جدا من جراء ألمي الشديد في الرأس، والساعة الآن تقترب من 2 ليلا. أرجو المعذرة، أشد على أياديكم على طريق النضال والنصر. هكذا دون كراس جمعية وعد جزءا من ذاكرة المخبأ قبل عدة سنوات، لكنها رسالة كتبها قبل 40 عاما واعتلى السماوات نجما. بن أفور القائد الميداني لم يقتل عندما كان يصنع قنبلة، فتلك روايات قديمة جديدة لم تتوقف أجهزة الأمن من حبكها ضد المعارضين، بمن فيهم أولئك الذين يقتلون تحت التعذيب في غياهب السجون، كما هو الحال مع الشهيدين محمد غلوم بوتشيري وسعيد العويناتي منتصف السبعينات، والشهيد جميل العلي، والدكتور هاشم العلوي وراضي مهدي في الثمانينات، لتكر سبحة شهداء التسعينات والألفية الثالثة بشهداء قرابين الحرية والحراك الشعبي منذ فبراير 2011، ولا تزال التضحيات مستمرة. لم تعترف السلطات باغتيال الشهيد محمد بن أفور ولا بقتل أحد من الشهداء الذين سقطوا في انتفاضة 5 مارس 1965 وما بعدها، لكن دم الشهيد لا يذهب عذرا مهما صعبت وعورة الطريق. أيتها الأخوات، أيها الأخوة، نحيي الليلة الذكرى 40 لاستشهاد المناضل القائد الوطني محمد بن أفور، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبي لتحرير عمان والخليج العربي إقليم البحرين، الذي فقدته الحركة الوطنية وهو يخطط دربا نضاليا صعبا توج باستشهاده، وليحفر عميقا في ذاكرة النضال الوطني من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية في وطن لا يرجف فيه الأمل. الشهداء أيها الأخوة والأخوات هم أكرم من في الدنيا وأجمل بني البشر،
كما قيل سابقا، وهو تأكيد وتخليد، وإن تخليد الشهيد بنفور هو جزء من تخليد قوافل شهداء البحرين منذ خمسينات القرن الماضي وحتى الآن، إذ يتواصل سقوط الشهداء أما بالرصاص الحي والشوز المحرم دوليا أو الطلق المباشر من الأعيار النارية، أو سقوط الشهداء تحت التعذيب الجسدي المجرم دوليا، ولكن دون اكتراث من السلطات. ليسقط الشهداء تحت سياط الجلادين الذين آمنوا العقوبة، فساءوا استخدام القوة المفرطة والتعذيب حتى القتل العمد، مستندين إلى أوامر مسؤوليهم والحماية والضمانات التي تضمن لهم الإفلات من العقاب، حيث جسد المرسوم بقانون رقم 56 لسنة 2002 الضمانات والممرات الآمنة لإفلات المعذبين والقتلة من العقاب. فالتعذيب سياسة ممنهجة ومنظمة تقوم بها الأجهزة الأمنية وفق ما كشفه تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق في العام 2011 عندما وثق حالات القتل خارج القانون بما فيها تلك التي تمت بدم بارد بحق معتقل الرأي والضمير داخل زنازين النظام. نحن أيها الإخوة والأخوات نريد الكشف عن الحقيقة، حقيقة اغتيال الشهيد محمد بنفور ومحمد غلوم بوشيري وسعيد لويناتي، وإماطة اللثام عن المتورطين الحقيقيين في عمليات قتل كل الشهداء، وهي موثقة لدى سجلات أجهزة الأمن والمخابرات الذي كان يحكم البلاد في تلك الفترة، وذلك لكشف الحقائق أمام الرأي العام المحلي والعالمي، وتقديم اعتذار واضح وتعويض أسر الشهداء وفق ما نصت عليه المعاهدات والمواثيق الدولية، وخصوصا اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية واللا إنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الأمم المتحدة وانضمت لها حكومة مملكة البحرين في العام 98، وإصدار تشريعات واضحة وجلية تجرم التعذيب انطلاقا من هذه المواثيق والمعاهدات ذات الصلة. ونطالب تقديم المعذبين ومن أصدر أوامر التعذيب إلى المساءلة القانونية بتشكيل لجنة تحت إشراف المنظمات الحقوقية الدولية، وخصوصا المجلس العالمي لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. ونطالب أيضا بالشروع في العدالة الانتقالية التي قدمت جمعية وعد مقترحا بها منذ العام 2005، مسترشدة بأفضل التجارب العالمية الناجحة التي تمكنت من الانتقال السلس من دولة الاستبداد إلى دولة العدالة. وجددته مع القوى السياسية والمنظمات الحقوقية البحرينية، وتقدمت بمشروع في هذا الخصوص في حوار التوافق الوطني عام 2011، وذلك من أجل معالجة هذا الملف المدمي وإغلاق هذه الحقبة المظلمة من تاريخ بلادنا التي لا يتزال تمارس فيها عمليات التعذيب الممنهجة بشهادات المنظمات الدولية ولجنة تقصي الحقائق. كما نرى أهمية قصوى باعتماد تقرير وتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي بجنيف، واعتبارهما خارطة طريق، والإسراع في تنفيذها كتوصيات تحت إشراف المنظمات الحقوقية والدولية، والبدء بالإفراج عن معتقلي الرأي والضمير، وإعادة النظر في المحاكمات التي تمت للمتهمين بتعذيب المعتقلين تحت إشراف المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان العالمي، والكشف عن المتورطين في تعذيب أمين عام جمعية وعد إبراهيم شريف والقيادات السياسية والحقوقية والكادر الطبي وكل المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب، بدلا من تكريم المتورطين في عمليات التعذيب والتغطية على جرائمهم البشعة ضد الإنسانية، الأمر الذي يفضح مصداقية التصريحات الرسمية الداعمة لحقوق الإنسان وتحولها إلى تصريحات علاقات عامة تسوقها السلطة في عواصم القرار. إن الأزمة في البحرين أيها الأخوة والأخوات هي أزمة سياسية دستورية بامتياز لا يمكن حلها بتغول الدولة الأمنية وإمعانها في ممارسة الانتهاكات الخطيرة التي تزايدت في الأسابيع القليلة الماضية، بل بالشروع في تفاوض جاد يفضي إلى نتائج تؤسس للدولة المدنية الحديثة الديمقراطية
التي تحترم حقوق الإنسان وتمارس نهج الديمقراطية الحقيقية وتطلق الحريات العامة وتشرع للمواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية. المجد والخلود للشهيد محمد بن نافور، المجد والخلود لشهداء البحرين، الخزي والعار للمعذبين والقتلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.